لو الحكاية فيها إن فيتو لما تركيب الإجراءات في الجلسة هذا الجمع يعني أكثر شخص العشاء اللي أفهرق سوف يأسعى دلوقتي في إجراء كامل اسمه قبض الأحرق وبعد ذلك كل حد يعني هل جلسة اليوم مخصصة لفتح الكراتين ورؤيتها أمام الجمهور؟ تركز على رئيس الشرطة التصريح الدفاع استخراج شهادة من فندق ماريو القاهرة ليالي تاريخ بدء استئجار الغرف الفندقية Yeah.